ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال، هي الأسئلة المعتادة اللي دائما أنا أستخدمها في طريقتي للتعليم، سواء تعليم مدربين، تعليم طلاب مشاركين في دورات تدريبية، أو طلاب كليات تربية رياضية قسم التدريب الرياضي. وهذا النوع من أنواع الأسئلة يمكن أن يعمم على كافة الألعاب الرياضية بالنسبة للمعلمين أو بالنسبة للمحاضرين. هذا لعب، أنا الآن في حالة اختبار أحد المشاركين في الدورات التدريبية، أقول له هذا لعب كما يبدو 8-8، كاتب أنا فوق ساحة 40 أرضا 60 طولا، وكل فريق يهاجم 3 أهداف صغيرة ويدافع عن 3 أهداف صغيرة بس، ما في شروط أخرى. ف8-8 هاجم 3 أهداف صغيرة ودافع عن 3 الأهداف الصغيرة الأخرى، فالفريق الأبيض يهاجم الأهداف B ويدافع عن الأهداف A، والفريق الأحمر بالعكس يهاجم الأهداف A ويدافع عن الأهداف B. السؤال، هذا التمرين يسمى تمارين متعلقة باللعب، Game Related Practice، Game هو تدريب لكن Game لعب متعلق بالتدريب وتدريب متعلق باللعب. هذا التمرين بالذات ماذا يحسن من الناحية أولا الفنية، 2 التكتيكية، 3 البدنية، 4 الذهنية فقط. اكتب لي أنت على كل فروع من هاي الأسئلة، فني، تكتيكي، بدني، ذهني، اكتب لي جملة واحدة أو كلمة واحدة، حتى كلمة واحدة تفيد، أو 3 كلمات، أي شيء تريد. لا تشرح وتضع 10 نقاط هنا وعشر نقاط هنا، لا لا لا، نقطة واحدة تسمى الأهداف الرئيسية من مفاصل التدريب الأربعة. شيء حسن هذا. هذه هي طريقتي في اختبارات الدورات التدريبية وطلاب كليات التربية الرياضية ومعاهدها، عندما نذهب للبحث عن كفاءة المدرب خلال الاختبار، يعني approach يسمونه، طريقة تقرب وضعتها أنا من زمن لما يعرف بالاختبارات في الدورات التدريبية أو في وضعيات تقييم المدربين ومهاراتهم التدريبية. فهذا اللي أريد أني، صار 3 دقائق الفيديو، راح يدخل بال4 دقائق يكون كثير، جاوب لي عليه فقط، علما بأن هاي التمارين ومن على شاكلتها هي روح التدريب في كرة القدم. أنا الدكتور موفق المولى، شكرا جزيلا.